السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عند حمام تحاليل للبيع يا جدعان، قص استرولات سوبر بريك وقص بدايرة، مقام حصى خلاص هيفك ان شاء الله كمان كام يوم او يومين، قص استروليات مقام زغلولين، قص كريزليات مقام زغلول، البيع من غير زغليل، قص شقلباز مقام زغلولين، البيع برضك من غير زغليل، قص كركندي، قص عبسي، قص استروليات كمان، رقبة صفرة مقام زغلول، قص دكر صابوني، والنتائج ايه؟ جمعية دي زغليل وما ايه، قص شقلباز تاني دكر احمر ونتائج تركية مقام زغلولين. بتاع عنبرانية والدكر مرق ومعاهم زغلول، قص كريزليات ومعاهم زغلولين، حمام كله شغال، حمام كله شغال بفضل الله، وعندي زغليل برضك متاح زغليل. ده قص كريزلي ومعاه زغلول، الحمام ده حضان لأي أصول، وده زغلوله حمام يعني بحضن أي حاجة الله أكبر، وده قص كريزلي تاني ومعاه زغلولين، ودول زغلولين. الحمام ده متسمع اصلا حضان، بس انا سبت الحمام الحضان عشان كنت بجدد في الريش بتاع الغزارة عندي، وده قص شقلباز يا تركيا مع زغلولين كول، زغلولين اهو. الحمام هو بيكلف اهو وبيزق زغليل، والله ما صلى على النبي الله اكبر. هو بيزق مفيش فرد حمام بقى ولا راح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو عروض البيع يا جماعة. الفيديو الأولاني كان من الأميرية يا جماعة، وسعر القص الشغال 250 جنيه، 150 جنيه، سعر القص الشغال 150 جنيه من الأميرية الجارة. العرض التاني معانا يا جماعة عبارة عن 20 قص من شبرا، ال20 قص 2000 جنيه يا جماعة، فيهم زواجل واستغليات دول 10 قص شغالين، يعني القص ب2000 جنيه، يعني القص 20 يبقى القص 1000 جنيه. متنسوش يا جماعة اللي مش مشترك يشترك ودعمونا بلايك، واللي محتاج حاجة يترك لنا تعليق، وانا تحت امركم ان شاء الله. النهاردة يا جماعة في النهاردة مميز جدا، في حمام شغال وفي زغاليل. ده شقلباز، شقلباز احمر اهو، عبارة عن قصين من ضمن ال20 قص، اللي في العرض ده. ده بكلم يا جماعة شبرا، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة، وربنا يبارك للجميع. اللي محتاج حاجة يا جماعة يتصل على رقم التليفون المثبت على الفيديو. معانا تالت عرض، وهو عبارة عن مجموعة حمام مكانهم دمياط، ده ذكر كان مستوى حلو،
مجموعة الحمام ده يا جماعة في بعضها 850 جنيه من دمياط. اللي حابب يشتري حاجة يا جماعة يتواصل مع صاحب الحمام بالرقم بتاعه مثبت على الفيديو. حمام شغال، وفي حمام معاه بيض، وفي حمام بيستوي كويس يا جماعة. دي مجموعة زغاليل يا جماعة، عبارة عن 9 زغاليل. الزغلولة على 50 جنيه، ده مكانهم المطرية الكهرباء. الزغاليل يا جماعة اللي يقول لك جمع رميات أو جمعية أو زاجل كلهم اسم واحد، يعني جمعية هو الزاجل هو الرميات. دول أغلبيتهم زاجل. شايفهم فرد بس أزرق قطيفة. اللي حابب يتواصل يا جماعة يتواصل على رقم التليفون ومكانهم المطرية الكهرباء. العرض ده يا جماعة عبارة عن 18 زغلول، ومكانهم دائري الماركة الجديدة. 4 شقلباز أسود، 7 زاجل اللي هو الجمعيات زي ما بنقول. سعر الزغلول ده فيهم اللي هم السبعة الأربعة الزاجل غير سعر الزغلول، يعني سعر الزغلول 35 جنيه. فرد شكله عامل تعبانة، وفي الباقي بلد يا جماعة الزغلول ب25، يعني الجزء البلدي الزغاليل ب50 جنيه، لكن الجزء الأنواع عاملين 70 جنيه. طبعا يبقى في كلام تاني في الموضوع لو انت هتاخد المجموعة مع بعض. ده مكانهم يا جماعة دائري المرج الجديد. دي يا جماعة برضو مجموعة زغاليل، 2 باكستاني و2 انجليزي اسود واربعة و2 زاجل ابيض و2 زاجل عادي و2 شقلباز احمر، واحد احمر واحد عنبري و2 كشك وواحد استرالي. الزغلول 40 جنيه مكانه متشربين. ده قص يا جماعة اصفر ورق مش قص، ذكر ومعاه زغلولين. ده ذكر واحد ومعاه زغلولين، اللي هو النتايات تقريبا ماتت، فهو الفيديو قديم شوية. هو مقالش سعرهم كام، الدكر اللي هو في قاعد في الطاجن والزغلول الصفر دول. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.